كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم يا جماعة راح نحكي عن طريقة إعادة ضبط ساعة سامسونج. طبعا الطريقة سهلة وبسيطة، كل ما علي إني أتوجه للإعدادات، بعدين بضغط على الاتصالات، بعدين البلوتوث، بعدين أضغط على الساعة زي ما إحنا شايفين. هيك أنا اتصلت في الساعة، بعدين بتوجه لأسفل القائمة، بضغط على الضبط زي ما احنا شايفين، بتوجه لأسفل القائمة بضغط على حول الساعة زي ما احنا شايفين، بعدين بطلع لي في أسفل الشاشة هل تبحث عن شيء آخر، بضغط على إعادة الضبط، بضغط كمان مرة على الزر الأزرق إعادة الضبط، وهيك بقوم أنا بإعادة ضبط الساعة للإعدادات الأصلية. تطلع لي رسالة تم قطع الاتصال بالساعة، بعدين بصير يبحث عندي على الاتصال بالساعة مرة ثانية. بتمنى يكون الفيديو عجبكم، لا تنسونا من الشير واللايك والاشتراك في القناة، واكتبوا لي آراءكم واستفساراتكم في خانة التعليقات.